بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات الخطيرة جدا، وهي عبارة عن أنسجة نباتية تم تذويبها في أحد المحاليل. طبعا هذه الأنسجة عبارة أخذتها من أنسجة في أحد الغابات المتواجدة في سريلانكا. وطبعا هذه النباتات كانت مصابة بعديد من الأمراض، وطبعا خمنت نوع من أنواع خمنت الأمراض بشكل عام. بعدها درست المرض وعرفت أنها قد تكون بسبب البكتيريا التي تعيش في الأنسجة النباتية، وأيضا قد ترجع أيضا شفت نوع من الفطريات المتواجدة على الأنسجة. وأنا أنصح الباحثين المحبين دراسة علم الأمراض بدراسة أنسجة أمراض النباتات ومعرفة نوع الميكروبات المتواجدة. ممكن تلقى ميكروبات كثيرة مختلفة يعني، وممكن تلقى أحياء دقيقة جديدة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم، عينة جديدة في مختبري إن شاء الله.